ايوه هنسيب نورمال ماما مول امريكا، فما جوست مشكله صغيره صارت لها وهي سي بون باش تدخل معنا تبي كلمنا جوست دقيقه من زمان لو طول هي تدخل هاك نرجع نحكي في موضوعنا اللي هو تريز امبورطون ويعطيكم الصحه اللي استنيتوني. باهي نستناوني تدخل. سلامة شريف. هاي سي بون جات لبنى. باهي لبنى هاك معانا تويكا لهنا جوست خنعاود نحط العباد في الكادر من اول جديد وندخلوا ديريكتومون في صلب الموضوع. باهي يا جماعه كيف ما كنا نحكيو اليوم باش نحكيو على ليكونومي سوسيال اي سوليدير، الاقتصاد التضامني التشاركي ولا التضامني الاجتماعي، كل واحد كيفاش يسميه. باش نجاوبوا على الاسئله التاليه، شنو هي ليكونومي سوسيال اي سوليدير؟ علاش القانون جا في الوقت الحالي؟ القانون اللي سمعتوا عليه الايامات واللي صادقوا عليه في مجلس النواب وكل شيء. شنو هي الامتيازات اللي فيه وشكون ينجم يتمتع به؟ وباش نحكيو على شانتي، كيف ما عرفت لكم بكريكا، لبنى كوفونداتريس تاع شانتي، اللي هما سبيسياليزي في لي بروغرام دو فورماسيون ودو رونفورسمون ولاكومبانيومون تاع العباد اللي باش تبع في مشاريعها. وتو تزيد تفسر لكم لبنى ما اكثر هي الانسان الادرى والادق والاحسن والانثى باش نتعرف شانتي بالكدا. فهن تويكا باش نبعث دوموند لبنى باش تدخل معانا جوست تدخلوا في صلب الموضوع ديريكتومون. جوست نستناها سي بون قاعد باش تكسبتي. وندخلوا كيف قلت لكم الموضوع سمعتوا عليه برشا، يعني دار عليه برشا الكلام البريود هذايا اللي الناس كلها تحكي على ليكونومي سوسيال سوليدير، شنو هي الاقتصاد الاجتماعي التضامني وكل شيء. لبنى اوكي سي بون بعث لك دوموند جوست اكسبتي دوموند اللي انا بعثت لك تويك مش ديريكتومون تدخل معانا. باهي باهي برشا كيف ما كنا نحكيو بكريكا اللي ليكونومي سوسيال اي سوليدير في لامبورتونس نتاعها تويك اوكي عملوا لها قانون، لكن فما برشا ناس كانت يعني عسلامة عسلامة لبنى عسلامة نحوالك لاباس لاباس عليكم الحمد لله. الوغ لبنى ندخلوا ديريكتومون في صلب الموضوع. احنا اليوم باش نحكيو على ليكونومي سوسيال اي سوليدير، اما قبل ما ندخلوا نحكيو على ليكونومي سوسيال اي سوليدير ماذا بيا لو كان تعرف لي في كلمتين شانتي شنو هي تعملوا بالضبط؟ باهي نعرف لك شانتي في كلمتين. شانتي هي بالنسبه لنا مؤسسه اقتصاد اجتماعي وتضامني وهي اصل جمعيه بعثناها انا ومهدي بكوش في اواخر 2016 بعد ما كانت عندنا تجربه طويله نتاع 3 سنين يمكن اكثر شويه في مرافقة وتكوين الجمعيات في تونس الكل. وزاد وقتها بعثنا أول انكوباتور دونتربريز سوسيال وقت اللي كانت معناتها في أواخر 2013 وقت اللي كانت مازالت الناس ما تحكيش لا على ليكونومي سوسيال سوليدير ولا على لونتربرونيا سوسيال بالطريقة اللي نشوفوا فيها اليوم. ونحن فرحانين اليوم اللي ولا يعني لو اس اس ولات شغل شاغل نبسطوا المفاهيم ونقربوا المفهوم للناس الكل اترافيغ لي ديريكت مي اترافيغ زاد لونجاجمون دو بوكو داكتور اللي هما معانا في البليدوايي اللي تعمل ومعانا في الخدمه الكل. فوالا دونك تويك انت سهلتي العمليه باش نبدا بالكيستيون الاولاني، شنو هي ليكونومي سوسيال سوليدير؟ كي تقول لي الاقتصاد الاجتماعي التضامن شنو هو؟ فسر لي فرا. فوالا عملت لك ترانزيسيون باش نعوض ونطلب السماح على الوقت اللي ضيعته. عايشك اي شويه في التكنولوجيا يفوك جو راتراب. ليكونومي سوسيال اي سوليدير هو اول حاجه كما اسمه يتقال ويقول انه اقتصاد اجتماعي وتضامني، يعني سي ان سيكتور هو قطاع اقتصادي كما نحكيو على اي قطاعات، كما نحكيو على القطاع العام، كما نحكيو على القطاع الخاص، كما نحكيو على المجال المجتمعي واللي يتمثل في المجتمع المدني، نحكيو على قطاع اخر عنده مقومات اخرى يمكن يمزج بين هذا وهذا، وهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي قبل كل حاجه يلزمه يخلق ثروه، يلزمه يكون عنده بعد اقتصادي، يعني اكتيفيتي كي جينير دو لا فالور تخلق قيمه مضافه ثوره اقتصاديه. علاش اقتصادي اجتماعي؟ لانه في الخصوصيه في القطاع هذا انه الهاجس الاهم والاول هو حل مشكل اجتماعي او ايجاد حل لمشكل اجتماعي موجود في سوسيتي نتاعنا ولا في اي سوسيتي في العالم. فما برشا بلدان سابقيننا في المجال هذا، ولكن في تونس
عدينا شوية عوام باش نفهموا بعضنا فيش نحكي وباش نقربوا المفاهيم. اليوم متفاهمين انه هذا بالنسبة لنا بالخطأ اللي تعملت وبالتجربة اللي صارت هو قطاع قائم بذاته، يعني بين نجم يكون فيه العام والخاص. عام معناتها ما نقصدش القطاع العمومي، ولكن معناتها التشارك، يعني يكون مثلا فرد واحد يعمل الاكتيفيتي نتاعو الايكونوميك. فيه 4 مبادئ اساسيه، هو اول حاجه البعد الاجتماعي، يعني الحل اللي باش نجيبوه ولا العنصر الاقتصادي باش يجيبوه لازم يجيب حل للمشكله الاجتماعيه الثقافيه البيئيه التربويه في الصحه اللي موجوده في كوميونيتي معينه ولا في مكان معين. هذا البعد الاول، ويكون الهدف الأسمى هو حل هالمشكل هذا. الهدف الثاني أنه يخلق زادة يكون فيه عنصر هام، وهو عنصر الجوفيرنانس أو الحوكمة تكون تشاركية أو ديمقراطية ببرش معاني مختلفة. يعني ما تكونش مش خاطر أنا نعمل كجمعية نعمل في حل مشكلة اجتماعية يعني أنا نحكم بحكامي، لا، راهو في قواعد يمكن نتاع تشارك في الرأي، نتاع مش خاطر انا جبت لانفستيسمون الاولاني ولا صرفت على المشروع يعني انا هو الفاتق الناطق باش نفسروا المفاهيم. كيف البعد التشاركي اللي فيه اللي ما يقتصرش على فرد واحد، لانه يعني الحاجه المهمه في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن انه تكون المبادرات ما تكونش فرديه، ما تكونش للربح الشخصي، بل تكون جماعيه. وعلاش جماعيه؟ لانه تلم الناس اللي تعاني من نفس المشكل، والا الناس اللي عندها رغبه في حل نفس المشكل. الاخر والمهم زاده هو انه الهاجس الربحي ماهوش كبير. يعني نقول لك انا عندي مشروع اجتماعي اقتصادي اجتماعي، راهو ما دام الهدف الاول نتاعي هو حل المشكل الاجتماعي، اعطيني انا ما نكونش خاسر اول حاجه. يعني معناتها نكون خالق مشروع قائم بذاته، ينجم يصرف على نفسه، ينجم يخلص مصاريفه، ينجم يخلص الناس اللي تخدم فيه. خاطر اي مشروع كان ما يعملش هذوما الثلاثه ما ينجمش يواجه السوق، واللي احنا كيف كيف منفتحين على السوق ما تفرقش بين الاجتماعي والاقتصادي، السوق هي السوق. وثاني حاجه انه حتى لو كان وصلت نجمت نربح وعندي ربحيه، انه الربحيه هذيا ما تكونش الغاية منها تكديس الثروة، أو ما تكونش لي يعني بالمفهوم الريعي للقطاعات الاقتصادية العادية. هذوما هما المبادئ الأهم. وعلاش فما اقتصاد اجتماعي وتضامني؟ لأنه هناك مخيزة اللي فما حاجة مهمة، اللي الناس اللي تعاني من مشاكل هذوما اليوم. القطاع العام في برشا بلدان كنا بلادنا هو اليوم عاجز زادة أنه يوفر الخدمات هذيا للناس الكل. معنى انه ما نجردوهش من المسؤوليه نتاعو، لانه في تونس وبالدستور الجديد ولا حتى بالدستور القديم الدوله هي مسؤوله وراعيه للحقوق الاساسيه كما الصحه والتعليم والتربيه والاكل والشرب والسكن. هذوما يعني والحق في التشغيل والحق في الموبيليتي، هذوما حقوق اساسيه ومبدئيه. اليوم الدولة تسعى لهم، ولكن في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان ماهيش قادرة توفرها لسيرفيس هذوما. فما جهات أخرى، ناس أخرى تخمم في نفس الهدف، عندها نفس الغاية نتاع الدولة ولا نتاع الدستور التونسي على القليلة نحكي على بلادنا، ولكن بطرق أخرى مش بالآليات معناتها الحكومية أو القطاع العام نجم إنها تجيب هالريبونس هذيا. ولكن علاش احنا في اللوبتيك هذايا ديما نقولوا راهو الشراكه زادة مهمه مع القطاعات، ولكن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن لازم يكون مستقل، عنده استقلاليه على القرار معناتها العام والا القرار السياسي نتاع الدوله. هذايا زادة خصوصيه من تو سوا ديزون. مثلا انا واحد كاد لي جون اللي يسمعوا فينا تويك اللي يتفرجوا فينا واللي باش يتفرجوا بعديك باش يقول لك باهي انا عندي ايدي دو بروجي ولا انا عندي بروجي باش يحل مشكله في المنطقه اللي انا فيها. نورمالمون مبدئيا نحس اللي انا نجي ننزوي تحت نجم ننتفع بالقانون هذايا جديد نتاع الاقتصاد الاجتماعي التضامن. دونك انا باش نزيد نسلك طريق ما اوضح، يعني تو كوخ شكون ولا شنية نوعية المشاريع، كان ندخل شوية في لي ديتا اللي ينجموا يتمتعوا بالقانون هذا، وشنية الامتيازات اللي نتمتع بها.
بالنسبة للقانون سهل، نحب جوست نذكر اها اللي راهو القانون صحيح تعدى وخرج في الجوخت، اها ونهنيه رواحنا ونهنيه الحمد الناس لله. كلها بعد ما صار يعني طويل فوالا ومحبب واللي تحب انت، ولكن راهو مازال يعني ماك تعرف احنا في تونس عندنا بدعة اسمها القانون وتفعيل القانون. ما فوالا نعرفش ياسر في ماني جوريست، ولكن عندنا بوكو ديفيكولتي باش نطبقوا القوانين ونخليوها سريه المفعول يعني هدايا. ونحيي الناس الكل اللي خدمت في البلادوايي اللي صار في المجلس النواب الشعب، كل مكونات تونس سوليدير اللي انا ننتمي لها ونحكي باسمها في الخضم هذا، وكل الناس اللي ساهمت من بعيد وقريب باش القانون هذا يتعدى. اما رانا مازال قدامنا شانتي كبير، بوغ فينيغ شانتي، شانتي قدامنا شانتي كبير باش يتفعل هالقانون هذايا، وباش النصوص الترتيبيه يتم وضعها. والحمد لله توا مع وزارة التكوين المهني والتشغيل اللي هما على عاتقهم المهمة هذه مع وكالة تشغيل والعمل المستقل لانيتي، عندهم الدوسي هذا باش يهزوه للبر الأمان. يعني في مراحل أخرى، فما كان المنتخبة اللي لازم تتعمل، فما التمثيلية اللي لازم تتعمل، فما لو لابيل. فما دي بروسيدور معناتها مازال كيما نقولوا احنا في الطبيب. رانا معناتها يحب قبل ما نوصلوا ننتفعوا بيه، راهو مازال لازمنا نكملوا المسار التشريعي ان شاء الله. وتطبيقه. على نرجعوا لشكون ينجم ينتفع بيه، ولا شكون، شنو نوعيه المشاريع اليوم؟ راهو في نوعيه المشاريع هي اللي تتوفر فيها يعني الحاجات الاربعه اللي كنا نحكيو فيها. اول حاجه الهدف الاجتماعي الواضح، انه يكون اللي عنده فكره المشروع او جايبها لفكره المشروع هذايا باش يحل بيها مشكله ظاهرة واضحة وأفيغي وجاب لها حل. وجينيرالمون تلقى المشاريع هذوما فيهم التجديد، فيهم نوع من الانوفاسيون الابتكار، نوع من الانوفاسيون اللي هي مطلوبة في حل المشاكل الاجتماعية خاصة، لأنه المشاكل هذه عادة ما تكون معقدة وصعيبة وبيروقراطية. يعني فما برشا انوفاسيون والابتكار الاجتماعي راهو ماهوش كان اي تي ونوفيل تكنولوجي، انا مانيش قويه فيهم هذاك علاش نقول هكا. سافي بارتي دان فولي تري امبورتون اي تري نيسيسير للقطاع هذايا، ولكن راح لازم يكون التجديد الاجتماعي او الابتكار الاجتماعي في طريقه كيفاش نتوجهوا للناس اللي يعيشوا الازمه. وين نحط احنا في الشين دو 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 معناتها دو تاع المشكل، كمشروع اقتصاد اجتماعي وتضامني. بس ناقصين سيرفيس، فما فئه معينه مثلا فئه الاعاقه الذهنيه، او فئه مثلا الناس اللي محرومه من سيرفيس معين. انا كصاحب فكره مشروع وين باش نجيب الحل في اما حلقه من السلسله كلها اوكي تكون بطريقه مبتكره. ثاني حاجه كيف كما قلت لك، راو معناتها يلزم تكون الحوكمه تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. واحد وحده فرد سوسيتي اوني بيرسونيل ما تنجمش تكون معناتها منخرطه بالقانون هذا، ولو قممنا زاد نكونوا منفتحين على نوع هذا من الشركات، ولكن قانون الحوكمه والديمقراطيه في الحوكمه هو معناتها حاجه مهمه. كيف في معناتها يقول لك، يقول القائل اسكو يلزمني المشكل الاجتماعي يكون مثلا ما فيهش متدخلين اخرين؟ لا، راه ينجم المشكل الاجتماعي يكون فيه متدخلين، ولكن انت تنجم تخصص الريبونس نتاعك للمشكل في حاجه معينه، في سيرفيس معين مش موجود، والا في سيرفيس ما يخلطولوش الناس الكل. هذا هو انواع المشاريع راهي تتعدد. وين فما مشكله بالنسبه لنا اليوم، المشاكل التعب الناس اللي تعيشها، ولكن بون احنا عندنا هالقدره هذه كباعثين في مشاريع انه نقولوا وين فما مشكله، بالعكس فما فرصه. فما فوالا في قطاع الاختزانة نحن عندنا تجربة خذناها توا من ملي بدا المنسج مع مهدي في نفطة وبعد الاختزان غي، اليوم عندنا يعني كوميونيتي كبيرة نتاع دي زاختيزان اي دي زاختيزان اللي خدمنا معاهم، واللي هما كان دخلهم ضعيف او معدوم، واليوم بالخدمة مع بعضنا الكل نجمنا نوصلوا ان نخلقوا فرص للناس هذوما باش يلقاو موارد رزق، باش يلقاو موارد رزق زاد كريم يضمن العيش الكريم خاصة. لهنا جوست معناتها باش نزيد نخمم معاك ما اكثر، يعني بالنسبه لي انا توي كون طونك جون نعايش في بلاصه في جهه معينه في منطقه معينه، وقاعد نشوف مالي البلاصه هذيك، ولا نجم نكون انا واحد منهم عايش مشكله اجتماعيه معينه. فجيت نهار من نهارات خممت قلت علاش لا ما نحلش المشكله هذيك للناس اللي بجنبي ولا ليا انا،
و ميم تون مانيش باش نحلها وحدي بيان سور، باش يكون فما شين كامله نتاع اشخاص باش تتفاعل معايا باش نحلوا المشكل هذاك. الغايه بيان سور ماهيش باش تكون ربحيه 100% بدرجه نتاع الثراء، لكن هايك بيان سور الربح هاكي باش يخلينا مو عايشين، يخلي البروجي يدور. مي الغايه الاولانيه هو نحلوا مشكل اجتماعي. فانا لهنا نتهنى ونقول اللي البروجي نتاعي يعتبر من التابع ليكونومي سوسيالي سوليدير. فهنا حسب القانون الجديد اللي تعمل، شنو هي الامتيازات اللي باش يوفرها لي القانون هذا؟ فما امتيازات مهمة. أول حاجة هو راهو الاعتراف في حد ذاته امتياز. علاش؟ خاطر نقول لك أنا اليوم كي كنا معناتها علاش احنا شانتي جمعية؟ عملنا جمعية وعملنا شريكة وعلى ما كانش فما اعتراف. يعني أنا صحيح جمعية ستاتيو نتاعي جمعية، ولكن أنا جمعية عندي خصوصية، مثلا شانتي عندها خصوصية، اليوم تخدم في برشا عباد، تخلق في ديزاكتيفيتي جينيراتريس دو روفوني، اللي تمشي للقباضه وتمشي للفيسكو مش باش يفهموا طريق، مش باش يا اخي يقول لك الجمعيه غير ربحيه، باش تفسر له بين ربحيه وغير ربحيه، وراو هذاك كله يرجع ما نربحوش منه فلوس احنا فين كاتبنا، راو يرجع سي ري انفيستي في لي زاكتيفيتي نتاع الجمعيه. برشا ناس ما تفهمكش، انه الناس تفهمك وما تقعدش ما تبطاش في لي بروسيدور نتاعك اليوم، هذايا مكسب كبير. وذي راهو مازلنا في خطوات جديده او في خطوات متواصله باش نبسطوا ونقربوا المفاهيم زاده، باش الاداره التونسيه تولي تتبنى هالفكر هذايا وتفهم ربما نمشيو لهم يفهمونا فاش نحكي. ثاني حاجه انه بالبليدواي اللي صاروا بالمقترحات نتاع المجتمع المدني وممثلي القطاع زاده، خلينا انه الدوله كشريك اساسي في الحكايه هذه في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تكون زادة تضع امتيازات، بمعنى انه انا كان نقدم في سيرفيس سوسيال اليوم للفئه معينه في البلاد، الدوله تنجم تكون هي معناتها هي البريسكريبتور، هي اللي تطلب مني سيرفيس وتخلصني عليه. اوكي. مثلا انا عندي دي بيرسون اجي، ناس كبار ما عندهمش مأوى باش يستقبلهم، مأوى اللي يوفر لهم ظروف العيش الكريم، الصحه، الماكله نتاعهم، لا بريزون شارج. والمشكله هذه واضحه، وفي السوسيتي نتاعنا راهو يكذب عليك توا بالتطور نتاع السوسيتي نتاعنا، لي جون يخدموا يكبروا عندهم صغارهم وصعيب عليهم شي يتلهوا بوالديهم زاده. دونك ولات فاشيه الظاهره هذه. انا الدوله ماهيش تقدم في السيرفيس هذا في البلاصه المعينه. انا قلت باش نعمل بروجي، باش نعمل اون ميزون كي اكوي لي بيرسون زاجي وتقوم بالمهمه نتاعها. اوكي. اذا كان الحق هذا حق العيش الكريم كان مضمون بعنوان الدولة، يعني أي إنسان وصل لسن معينة ويلزمه إن بريزون شارج في دواء في ماكلته في كل شيء، نولي أنا ما يخلق الإنسان ضامنة، الدولة كضامنة للحق هذا هي اللي تخلصني، هي اللي تخلصني. أوكي. على خاطر هو نورمال نقطع أكسي لسيرفيس هذا. فوالا أنت باهي. فمش مثلا امتياز اخر مثلا انا خمم فيه، نقول نتسائل سؤال انا بيني وبين روحي، هل كيبدا عندي كيبدا عندي مشروع في التحت ينطوي تحت القانون هذا، هل فما ضرائب باش نخلصهم بزايد ولا حاجه ولا ها؟ ولا حتى تحت راهو احنا حبينا ان تكون واضحه الامور في الضرائب في الفيسكاليتي، ولكن تم ارجاعها معناتها سيلي ادوتر لوا ماهيش واضحه الحكايه، لازمنا نحلوها مزيان الخدمه هذيا جوستومون في المجلس الاعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفي الهيئات التمثيليه، مازلنا لازمنا نضربوا عليهم بالبنيه باش ناخذوا دي خاطر علاش؟ خاطر مساله مهمه راهو ذي، خاطر زاده انه تخفض في الضرائب نجم تفتح باب زاده للناس اللي الغايه نتاعها ماهيش اجتماعيه وتجيك على خاطر فما دي بريفيليج. دونك احنا ما نحبوش الافوا نسكروا على الناس اللي بالحق الغايه نتاعهم اجتماعيه، ونشير اخرى ما نحبوش زاده انه القطاع يولي كاينه طعم ولا كاينه افونتاج فيسكال قبل ما يكون عنده الاهداف نتاعو. ايفيكتيفون فوالا. والحاجه الاخرى الافونتاج الاخر انه فما زاده معناتها دي ليني دو فينونسمون تحطوا في القانون ولكن مازالوا يلزم توضيحهم، فينونسمون سبيسيفيك للقطاع هذا، وفما زاده لي بانك كوبيراتيف اللي هي تنجم تكون او البنوك التشاركيه اللي هي تنجم تكون دفع كبير، كان خلينا القطاع البنكي الخاص ناخذ معاه تكون دفع كبير للقطاع هذا. باهي على الاخر، باهي على الاخر، باهي. انا جوست هذيك باش نختم لك بالسؤال الاخراني، فيو انت معناتها عندك مده في كل ما هو كيف نقولوا احنا سوسيال
وخدمت برشا برشا يعني في وسط في كيف ما نقولوا احنا في الكادر بتاع تونس سوليدير، باش وصلت وحطيته وعاونته، معناتها باش تدفعوا على القانون هذا باش يتعدل انه يولي قانون وان شاء الله يفعلوه بقدره ربي على قريب. فباش نسالك انا تويك، حسب الكورسوس نتاعك والفيكو واللي تعديت بيه وكل شيء، شنو نظرتك للقطاع هذا في حد ذاته؟ ونحكي يعني كي تخمم في شانتي في المستقبل شنو باش تكون؟ والقطاع في حد ذاته شنو نظرتك ليه في المستقبل؟ والله ايجا نقول لك راه ونحن في وسط المعمعة بوتيتخ يمكن فما ناس من برا تراه خير منا، ولكن بالحق نحن صحيح فرحانين برشا، اما عندنا التخوف هواجس في الحاجات اللي انت سالتني عليهم بالضبط، في انه شكون يتمتع بيه، في انه هل انه باش تكون فما حوافز تخلي بالحق الناس تخدم على سيكتور هذا، في انه فما بعض القطاعات اللي توجه لها القطاع الخاص بصفه يعني كبيره كما الصحه والتعليم، واللي نقولوا اليوم اللي راو ما نحبوش زاد احنا كقطاع لا نعوض دور الدوله، ولا خاطر دور الدوله مهم في ضمان الحقوق الاساسيه، ولكن راه ما نحبوش زاد تعول القطاع الخاص في حاجات من النوع هذا، ولكن القطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو جاي في الوسط واللي هو نفس الغايه نتاعو حفظ هالحقوق هذيا، راه ما عندوش الامكانيات زاد الكافيه باش يعوض ولا باش يكون هو معناتها لوفر الترناتيف في كل الحالات. يعني مازلنا يلزمنا نعيشوا التجربه، ويلزمنا كتوانسه زاد نصبروا شويه على بعضنا وعلى رواحنا باش نخلقوا هالتجربه التونسيه اللي نحبوها، خاطر فما ناس اللي عدات عوام خدمه 20 سنه 14 سنه باش وصلت عامل قانون، احنا ديما كل شيء بالزربه ان شاء الله بالستر، ولكن بالحق معناتها يلزمنا نخليوا عينينا محلوله، يلزمنا زاد نحلوا بين النقص من البيروقراطيه وهذا سيري المفعول للناس الكل مش كان للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لازمنا زادة نفهموا اللي راهو قطاع الجمعيات في تونس راهو قاعد بالحق هو من البيونيي زادة في هالموجه الجديده نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، راهو انا كجمعيه كيف كيف لازم الدوله تفهمني وتعرف السيكتور نتاعي، معناتها النقص من اننا نتذكروا كان بالخايب كان في باش يحكيوا علينا كان في تهريب اموال وتبييض اموال وارهاب، راهو مش هذاك الجمعيات، انا نطالب الدوله اليوم باش تحل عينيها على الجمعيات باش تفهم بالحق الجمعيات فاش قاعده تخدم، خاطر اليوم ما تنجمش تدافع على المجتمع المدني وجمعياتك ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نتاعك اذا كان انت ما تعرفهمش وما تعرفش فاش يعملوا في ارض الواقع. هي مسؤولية احنا كجمعيات، ولكن مسؤولية زادة نشاطروها نقتسموها مع الدولة. نسكت باهي انا تويك احسني الحاجة الاخرانية اللي هي ماهوش سؤال امام نقولوا احنا نصيحة، انا احسبني تويك كجون تونسي عايش في منطقة خاصة من المناطق الداخلية في تونس، ورا قدامي الخير قدامي، ونحب نسمع ونحب نعمل حاجه ونحب نعاون اللي دايرين بيا اهلي ومالي وكل شيء، وانت ادرى بالعباد هذوما وقربت لهم على الاخر وتعرف شو يحسوا. شنيا تنصحني؟ نصيحتك مع توكو شنيا تنصحني؟ والله ما سمح مع نصيحه راهو حاجه غاليه، اما تخلي العبد في مرتبه الفوق، انا معناتها بكل تواضع انه راهو هذايا الشماء اللي ربيونا عليه والدينا، يمكن والديك انت والدي انا بيه يمكن انا اكبر منك شويه، انه تبع قرايتك تو تلقى حاجه تستنى فيك في الباب قدام الباب، معناتها اليوم يلزمنا نحلوا البيبان، وانا ما نقولش انه الناس الكل باش يوليو دي زونتربرونور ولا راهو سي فوكاسيون ونمن بها، انا بيدي ما نحسش روحي انتربرونور، اليوم نحس روحي اقرب للمجتمع المدني من اني نكون بزنس وومن، معناتها الحقيقه نتاع ديما نقولها، ولكن راهو حلوا لي زوبورتونيتي على روحك، ما تسكرش على روحك كثير كثير من اللي تسكر على روحك وتقعد تضيع الوقت، هذا هو ما تضيعوش الوقت، اي بي لو كوتي سوسيال الحاجه اللي باهيه منه، حتى كان اذا كان نبعدوا على لونتربرونيا سوسيال في حد ذاته، راهو العمل التطوعي في الجمعيات من الصغرى راهو ينمي ويخلق لك بيبان تتحل كبيره، انا نيت مع الوقت اللي ضيعته بعيد على العالم هذا. فما حاجة أخرى فقط إنه ماهيش سهلة، معناتها ما نخيوش رواحنا في عزلة، ماهيش سهلة يتحدى، هو الواحد اللي يبدأ ما عندوش مورد رزق وما عندوش فيزيبيليتي هو بيدو يستحق أكومبانيومون. فوالا. اليوم حتى كلامي موجه للجهات المانحة وليزاكومبانياتور والبي تي اس واللي تحب أنت، راهو اللي خلط جيك باش يطلب قرض ولا باش يعمل مشروع راهو ما يمشيش في بالك اللي هو اقوى من اقوياء العالم، راهو بالحق معناتها ونا بزوان دو سوليداريتي ونا بزوان دو باش نتعاونوا باش نقسموا العبء باش ننصحوا
فوالا هذه الكلمة معناتها، إذا كان لي جون زادة يكونوا منفتحين ويحلوا قدام رواحهم البيبان إن شاء الله بقدرة ربي نتجاوز التعقبات. ان شاء الله. او تو كان تونس غنيه على الاخر، انا اللي متاكد منه تونس غنيه برشا، وتونس زاد ليزي هي غنيه في ترابها وما فوق ترابها، وغنيه لينا احنا وبالعباد اللي تضامنا مع بعضها كيف نكاي. وهذا اللي وصلنا اليوم انه وصلنا نحكيه على قانون نتاع الاقتصاد الاجتماعي التشاركي ولا التضامن، كيف كل واحد كيفاش يسميه. ميرسي بوكو على الاخر على الاخر على الاخر اسمع، عايشك على وقتك زاد اللي مديتهون، عايشك على المعلومات اللي مديتهم، وبالحق نحييك ونشجعك في اللي قاعده تعمل فيه، وبكل تواضع زاد نقولها لك وبكل صدق زاد، هذوما هما جنود الخفاء اللي قاعده تخدم وباش تصنع تونس نتاع المستقبل ان شاء الله. ويعطيك الف صحه، عايشك لكم عايشك اسمع، ربي يخليك. بونسوار، بالسلامه يا اسمع، باي باي، سلام، على خير. الوغ يا جماعه، كيف ما شفتوا كنا نحكي مع لبنى تويكا، يعني حاجه اللي تفرحني انه من العباد من قلب المعمعه تجي وتحكي لك وتجي ما تقول لك راهو تونس مازال فيها الخير وراهو مازلت تنجم تعمل خير. نختم في كلمتين اللي نحب نقوله بشنو فيها بقصه صغيره، قصه صغيره هذا الكلام قياس المعنى بحر بالنسبه لاي انسان يخمم باش انه يحل مشروع وجات في مخه فكره لا انا مانيش نشبه وبشكون انا مهبول باش نعمل مشروع كيف انا كي سيدي سويت. الكلمات اللي تدور في مخخنا يتوقفنا. قال لك يا سيدي قبل كان فما في مملكه ملك مرض، كي مرض الملك جابوا له الطبيب نتاعو قال له يا سياده الملك لازم نقصوا لك خشمك. قال له علاش؟ قال له راهو كان ما نقصوا لك خشمك راك باش تموت. الملك ما عجبتوش الحكايه اما وافق، وافق بشرط، قال له تقصوا لي خشمي واللي في المملكه الكل تقصوا له مخشوماتهم، واي طفل صغير يتولد تقصوا له خشمه زاد. فكانت الامر كيف النكاكه، جيل بعد جيل ولات في الجينيتيك نتاعهم اللي يتولد يتولد بلاش خشم. برا يا زمان امشي يا زمان، فما واحد ينتقل من مدينه لمدينه، تعدى عليك المملكه هذيك ادخل وعنده خشم هو، يا اخي الناس الكل بدات تضحك عليه، ها 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 عنده خشم، ها 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 عنده خشم. فالعبره من القصه هذه ساعات تكون مخالف للناس، لكن مش معناتها راك انت خايب ولا انت غلط ولا انت فيك وبيكو عليك، ينجم يكونوا الناس هما الغلطين والخايبين ولا اللي فيهم باهم عليهم. دوك ما تحقرش نفسك، ما تحقرش الفكره اللي عندك، فازي فونس وحط ديما دي باس قدامك، واحنا هاني نعاود نقولها لك، ادخل للسيت اش بي لايف، خوض الكور اللي هما غراتويتمون موجودين على البلاتفورم هذيك، تمتع بهم باش تعرف كيفاش تبني مشروعك، تعرف كيفاش تبلور الفكره نتاعك في ارض الواقع. فما ناس جنود خفية قاعده تخدم في تونس وانت تنجم تكون منهم، زاد تنجم تكون من المنتفعين بالحاجات اللي هما وصلوا لها في الاخر. فحط في قلبك ما تأيسش، احنا لهنا كبروجرام مشروعي ديما موجودين وهذيك غايتنا. تنجموا تتعرفوا على اللي نعملوا عليه الكل سواء كان في السيت انترنت نتاعنا مشروعي والا الباج نتاعنا فيسبوك سور فيسبوك. انا نقول لكم ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل، حطوا في قلوبكم كان فما اي حاجه جديده احنا باش نهبطوها لهنا في الكونت انستغرام نتاعنا ولا في الباج نتاع مشروعي، وان شاء الله ربي يحلها في وجوهكم الناس الكل، ونتقابلوا ان شاء الله مره اخرى في ساعه سعيده. سلام.